شرف لنا ان نكون متواجدين في هذه المنصة الكبيرة، ومنها نوسع نطاقنا، نوسع من معرفتنا بالجهات الموجودة، نحاول نزرع الثقافة بالناس الموجودين حولنا، ونكسب الكثير من الحضور، ونعرفهم على الأكاديمية وعلى النشاطات المختلفة اللي تصير في الأكاديمية. حابة أشكر كل المنظمين في هذه القمة، قمة أقدر العالمية، ويسعدنا تواجدنا في هذا الحفل الكبير.